هل وجود فاجنر أو إقحام اسم فاجنر هو موضة هذه المرحلة، وأنه التواجد تواجد قوات فاجنر هو قوات سابق لهذه العمليات، تواجد فاجنر كان سابقا للعملية العسكرية التي أقدمت عليها روسيا داخل أوكرانيا، لماذا إقحام اسم فاجنر وكأنها هي السبب التي تسعى إلى أن تحل محل القوات الفرنسية الساعية إلى بسط سيطرتها داخل ما أطلق عليه المستعمرات الفرنسية القديمة؟ مساء الخير لك وللضيف وللسادة المشاهدين. الحقيقة أن فرنسا تعاني من عدة مشاكل بالعلاقة مع القارة السمراء، وهذه المشاكل هي نتيجة ترسبات المرحلة الاستعمارية السابقة. والأسلوب الفرنسي بعد استقلال هذه المستعمرات بطريقة وأسلوب التعامل مع الحكومات والأنظمة التي قامت بعد الاستقلال في هذه القارة، وكان عليها مآخذ كثيرة من عدة دول ومن عدة حكومات بهالأسلوب، يعني المتعالي على الأفارقة والذي يريد أن يعطيهم دائما دروس في إدارة الدولة وفي الديمقراطية وفي العدالة وفي الحريات. ومن هون كان تركيز الرئيس ماكرون بخطابه على كلمة التواضع الذي رددها أكثر من مرة، التواضع بالعلاقة مع الدول الأفريقية، لأنه فعلا لمست الإدارات الفرنسية أن هناك يعني خلل واضح يستفيد منه يعني أطراف دولية أخرى لتثبيت وجودها ودخولها بشكل واسع إلى القارة السمراء. ومن هون يعني بعد مشكلة فرنسا مع مالي و بوركينا فاسو مؤخرا، واللي طلبوا فيها سحب القوات الفرنسية بشكل علني وواضح، ارتأت الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون أن يستبقوا الأمور من خلال الأعلان قبل بدء الزيارة إلى القارة السمراء عن نية فرنسا بتحويل عدة قواعد عسكرية لها إلى أكاديميات وقواعد مشتركة مع القوات الوطنية. هل لأن هذه القواعد العسكرية التي تسعى فرنسا إلى تغيير طريقة عملها لم تقدم ما هو المطلوب منها تجاه هذه الدول أو تجاه القضايا المطروحة في هذه الدول أو دعم قيادات هذه الدول، وأن هذه الدول ومن يحكمها وجدت ضلتها في فاجنر؟ بمعنى أنك تفضلت وتفضل الرئيس الفرنسي بأنه تحدث عن مفهوم التواضع، هل مفهوم التواضع بمعناه الفلسفي انسلخ على الممارسة العسكرية، التموضع العسكري في قواعد والتعامل مع طبيعة بأساليب قديمة لم تكن صالحة في هذا التوقيت؟ من الطبيعي أن هناك تحولات يعني داخل القارة السمراء وتحولات على الصعيد الدولي خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، وهيدي بتلزم الأطراف كلياتها يعني إيجاد سبل ووسائل جديدة لإدامة علاقات فيما بينها. هلا موضوع فاجنر هي موضوع أنا بعتقد أنه مستحدث، ويعني يأخذ أسلوب لإعادة الوجود الفرنسي وإعادة وجهة النظر السياسي الفرنسي بالعلاقة مع الدول الأوروبية. كلياتنا بنعرف أنه في دول أفريقية كثيرة لها علاقات قديمة وتاريخية مع الاتحاد السوفيتي أيام زمان، اللي روسيا هي ورثت كل شيء، وهناك جيوش بأكملها بالقارة السمراء ومنها دول بالمغرب العربي وخاصة الجزائر، سلاحها الكامل هو سلاح روسي إلى إن صح التعبير. هلأ توصيف البعض الوجود العسكري الروسي بأنه وجود لفاجنر أو إلى آخره، فأنا بعتقد هذا نوع من التوظيف نتائجه الدخول الواسع لمنظمة فاجنر في الحرب في أوكرانيا وخاصة ما يجري في الأيام الأخيرة في منطقة بخموت. إذن هناك توظيف متعمد لهذا المسألة، ولكن هناك في غير روسيا في هناك الأخطار الكبيرة على الصعيد الاقتصادي، وهو الوجود الصيني الواسع النطاق التي بات كبيرا جدا.